مهم جدا. ووجد أمس الجمعة المسعف محمد سيد طلب والسائق عبد الرحمن صلاح الدين بمرفق إسعاف بني سويف على مبلغ مالي 90,000 جنيه، وكمان مشغولات ذهبية وعدد من الموبايلات الجديدة، مع مصابة أصيبت امبارح بحادث انقلاب عربية وتم تسليمها لذوي المصابة. ده خبر إيجابي جدا، وده وقراء يعني ده احنا قبل ما نبدأ فبقول المرو هو الخبر ده فين؟ في بني سويف، يعني أتمنى أن يبقى ده موجود يعني في كل المحافظات، لأن لما حد بيلاقي للأسف ان الحد لما بيلاقي حتى ان شاء الله 10 جنيه ولا 20 جنيه بياخدهم. يعني حتى احنا عايزين نعلم ولادنا ان احنا لما يلاقوا حاجه في الشارع او يلاقوا حتى حاجه تضحكي ليه مرات انا بضحك عشان انت دمرتي الناس كلها. ايوه لا هي مش كل الناس، بصي انا مش بعمم، بس سلوكيات فرديه، يعني في ناس بتبقى دي سلوكياتها بغض النظر هم من محافظه. ما هو انا بتكلم بقى لو في تربيه من الاهل اساسا، لو ام جت لها يعني انا أمانة. والله العظيم لما بيجي لي الم اقول له الالم ده جبته منين؟ يعني الم حاجه بسيطه يعني مش حاجه كبيره. فلازم بجد ده بيبتدي من البيت، لما الام او الاب يلاقوا حاجه غريبه مع ولادهم او حاجه جديده يسالوهم انتوا جايبينها منين، بدلوها بقى خدوها، يبقى في معالجه بعد كده للسلوك. طيب نكمل الخبر، وكمان قال الدكتور احمد الانصاري رئيس هيئه الاسعاف المصريه في تصريحات ليه ان الهيئه هتقوم بتكريم المسعف والسائق، وده عرفانا طبعا وتقديرا وتشجيعا للمسعفين على امانتهم وكمان حرصهم على او حرصهم من هيئه الاسعاف على تكريم كل مجتهد بيراعي ربنا في شغله، وبجد ربنا يا رب يكرمك. بس اللي بيلاقي حاجه مش بياخد المفروض مش عارفه كام في الميه منها؟ ما بالظبط انا قلت انت اكيد دماغك هتوديك لكده. أيوة يعني ما حد هيسلم امانه اوعى تسيب قدامها كام. طبعا احنا يعني عايزين نتقدم بكل الشكر والاحترام للدكتور احمد انصاري رئيس هيئه الاسعاف المصريه على يعني الحاجه الكويسه دي او على الهديه البسيطه دي اللي عملها ليهم، لان بالفعل ده يمكن سلوك بقينا بنستغربه دلوقتي. يمكن احنا دلوقتي الصح بقينا بنستغربه والغلط بالنسبه لنا بقى هو الطبيعي، ولكن يا ريت كلنا سلوكياتنا تتصلح في كل حاجه.